السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسوناش بدعوة في ظهر الغياب. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، هنعمل فطير المشلتت وهيكون معاكي جميل ومورق من جوا بطريقة سهلة، أسهل طريقة ممكن يكون شفتيها في حياتك. عندي هنا حوالي نص كيلو من الدقيق، انا مش هعمل حوالي كده او فطيره او اتنين على حسب ما هيعملوا معاي. وعندي ميه للعجن، وعندي معلقه من السكر، وعندي نص معلقه من الملح. دي المكونات اللي احنا هنعجن بيها الفطير بتاعنا. وهجيب الطبق اللي انا هعجن فيه وانزل كده بحبه ميه، بسم الله. وهنزل عليهم بالملح والسكر، مية عادية يا بنات من الحنفية، واقلبهم كده كويس. وهنزل كمية الدقيق بتاعته، وهفضل اعجن فيها. طبعا انا مش هحط الميه مره واحده معاي، انا على حسب القوامه بتاع العجينه بتاعي، انا عايزه العجينه بتاعتي تكون ناشفه ولا عايزه العجينه بتاعتي تكون طريه. هفضل اعجن في العجينه بتاعتي كده لحد ما اخليها معايا حلوه كده ومتماسكه ولينه معايا كده، اخليها زي الملبن معايا، وارجع لكم تاني. وادي العجينه يا بنات بتاعتي، فضلت اعجن فيها زي ما انتم شايفين لحد ما خليتها كده معايا بتاخد وتدهي معايا وليها عرقه زي ما انتم شايفين. والعجينه بتاعتك تكون طريه، ما تكونش يعني تكون بتلزق كده، هي زي ما انتم شايفين العجينه تكون بتلزق، لا هي طرية قوي ولا هي ناشفة قوي. هلمها كده واغطيها بحبة زيت، حبة زيت حبة خفيفة خالص يا بنات اهو. اهم حاجة سيب الفطيرة بتاعتك ترتاح، اهم حاجة كده سيبيها ترتاح، طول ما الفطيرة بتاعتك ارتاحت يبقى ايه، هيبقى معاك فطير حلو وزي العسل ان شاء الله باذن الله. هغطيها دلوقتي وبعد ما ترتاح هسيبها كده حوالي ربع ساعه وارجع لكم تاني. وبعد ما سيبنا العجينه بتاعتنا ارتاحت يا بنات، بعد كده حوالي سيبتها حوالي ربع ساعه زي ما انتم شايفين، اي العجينه بتاعتك ارتاحت خالص زي ما انتم شايفين. ولازم تكون العجينه بتاعتك طريه عشان الفطير بتاعك يكون خفيف وحلو. واللي هفرد بيه سمنه يا بنات وزيت، ده عندي شوية سمنة، سمنة عادية سمنة نباتي، وهنزل عليها كده بشوية زيت. ده اللي احنا هنفرد بيه الفطير بتاعنا، اقلبهم كده. وبالايدي بسم الله، واقسم العجينة بتاعتي كده، انا هعملها فطرتين زي ما انتم شايفين. احطها كده على الصينية، وهجيب العجينة بتاعتي تاني هسيبها كده بس في الطبق او كده بالشكل دي، ونبتدي نشتغل في العجينه الداي الاولاني. اهي يا بنات زي ما انتم شايفين، هجيب كده حبه من السمنه اللي بتاعتنا اللي احنا ايه خلطناها، سمنه بالزيت اهو على الفطيره بالشكل دي، وافرد فيه. بصي هجيب من جوا البره بالشكل دي، يعني انا مش هفرد على الاطراف الاول، هفرد اللي في النص الاول.
طول ما العجينة بتاعتك مفرودة كويس ويعني مش شديدة معاك العجينة، يعني سايبها كده ترتاح، كل ما الفطيرة معاك الفطيرة بتاعتك هتتفرد معاك بكل سهولة. زي ما انتم شايفين هنشيلها برده شوية سمنة وزيت. السمنة يا بنات هتخلي الفطيرة معاك من جوا، هتخليها كده طريه معاك، والزيت هيدي قرمشه كده للوش من فوق، هيخلي الوش بتاع الفطيره معاك مقرمش وحلو. زي ما انتم شايفين اهو، بالطريقه ده لو اتقطعت منك الفطيره ما تقلقيش. هاي شايفين انا فردتها ازاي، هبتدي الوقت ارش لها كده حبه شو حلوين كده من السمنه والزيت. الله اكبر الله اكبر، واجيب كده طرف طرف وحبة برداي من السمنة والزيت، واجيب الطرف الثاني عليه وافرد بالشكل دي. وهرش حبة من السمنة والزيت برده التاني اهو زي ما انتم شايفين، وهفرد برده بالطريقة داي. وهجيب الناحية التانية برده بنفس الطريقة، وهجيب الناحية داي بردك عليها بالشكل دي، والتانية كده زي ما اكون بعمل مثلث اهو، والناحية التانية يعني زي ما كنت بنلمها كده. هنعمل ايه؟ هنلمها كده من جميع الجهات ومن جميع النواحي بالشكل دي. وادي كده الفطيرة بتاعتي هي جاهزة، احطها في الصينية. وادي الصينية اللي انا هحط فيها الفطيرة بتاعتي زي ما انتم شايفين، واسيبها كده ترتاح لما افردها واحطها في الفرن. يلا بينا نعمل الفطيرة التانية مع بعض. بس هجيبها كده من جميع الجهات، هنقفلها ورد بنفس الطريقة اللي احنا قفلنا فيها الفطيرة الأولى. من غير طبقات ولا حاجة، من غير ما تعملي يعني فطيرة وفطيرة وفطيرة تحطيها على بعضيها، ومن غير نشف ولا حاجة، بسهولة خالص ويطلع معاك الفطير زي العسل اهو. شايفين احنا طبقناها ازاي، وهجيبها ايه هي من ناحية داي اهو بالشكل دي، من الناحية التانية برضو بالشكل دي، بالناحية التانية من الناحية داي، والناحية دي برضو بالناحية داي اهو كده اهي.
وادي الفطيرة بتاعته هي بنات زي ما انتم شايفين. هجيب الصينية بتاعتي اللي انا احط فيها الفطير، اهم حتة العجينة اللي انا عجنتها طلعت فطرتين، واسيبها برد ترتاح وارجع لكم تاني. وادي الفطير يا بنات بتاعي سيبته ارتاح كده حوالي 5 دقايق، ابتدي بالشكل ده افرده زي ما انتم شايفين. وانا مسخنه الفرن بتاعتي، تحط الفطير بتاعك في الفرن كده يكون سخن، وتشغل الشعله اللي فوق والشعله اللي تحت اهو زي ما انتم شايفين. انا فردت الفطيره هاي، فردت معايا بكل سهوله. هنفرد الثاني. الفطيرة الثانية ما ارتحتش معايا كويس، بس هفردها عشان ايه احط اثنين مع بعض. بس كده اخد الفطير بتاعي دلوقتي على الفرن، وبعد ما يطلع ان شاء الله من الفرن نشوفه كده مع بعض. وادي الفطير يا بنات بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين طالع ما شاء الله عليه، بس هو سخن هطلعه دلوقتي. شايفين الفطير جميل جدا، جربوه ان شاء الله باذن الله بالطريقه دي. شايفين القرمشه بتاعته سخن، بس اوريكم التوريقه بتاعته كده من جوا. شايفين اهو التوريقه من جوا، ورقه من التوريقه زي ما انتم شايفينها من جوا، بس سخنه مش قادره. ولو عجبتكم الطريقة النهاردة ما تنسوناش في الاشتراك واللايك في القناة فضلا كده وليس امرا. شايفين يا بنات